الشعلة الأستاذ فهد الطفيل. اليوم طبعا زرنا نادي الشعلة، زميلنا سلطان الرعوجي زار النادي والتقى برئيس نادي الشعلة وسأله عن نادي وعن اعتذار الهلاليين على تصريح الفريدي، وسأله أيضا عن النقل وقال الطفيل بأن النقل خسر الشعلة. اتمنى من الله بعد ما طلعنا من الهلال بمنظر يمكن كويس شويه رغم النتيجه 3-1، لكن اللعيبه ادت ما عليها واكتر والحمد لله شكرناهم. نتمنى ان احنا ما نفرطش بعد كده في النقاط وخاصه على ملعبنا، بدايه من نادي التعاون. نادي التعاون فرقه كبيره وفرقه محترمه وفيها لعيبه كويسه قوي، وان شاء الله نعمل ماتش كويس قدامهم ان شاء الله. وقبل ما اوصل للخارج اتصل علي الامير الامير عبد الرحمن رئيس نادي الهلال، هذه اتصال فخر وشرف لي انه اتصل علينا واعتذر عن الفريدي، وبالاخص من اليوم الثاني الفريدي اتصل، وحنا ناديين اشقاء وقبلنا الاعتذار، وتعرف كمحبين واعضاء شرف ولاعبين يعني كنا الحمد لله انه اعتذر، والحمد لله انه قبلنا الاعتذار لا من لا لعيبه ولا مدربين ولا اعضاء شرف ولا جمهور، وان شاء الله انه يكون احمد الفريدي يمثلنا يوم الربوع، وان شاء الله ونادي الهلال يجيب الفوز ان شاء الله باذن الله. عدد الجمهور كنا متوقعين اكثر من اللي جاء، صار الدخل ضعيف تقريبا 100,000، بعد ما صار حصه صافيه لرئيس يعني لنادي الشعلة تقريبا 53,070، يعني هذا العدد ما توقعناه. نظرت اللي ماخذ 20% يعني ماخذين 20% من الرئاسة، 26,000 ماخذين اللي يدرون الملعب، في أسماء ما أدري شلون يعني ما جاء شيء للنادي إلا تقريبا 53,700 تقريبا. هل ستنقل مباراتك القادمة؟ لا، انظر للخلفك وناظر الملاعب خلاص جاهزة، حطينا صبنا القواعد اليوم، وإن شاء الله المدرجات جاي خلال هالأسبوع هذا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لزميل سلطان. كما اكد الاستاذ فهد بانه يعني الكراسي حتركب، طبعا قالوا لنا قبل المباراه باربع ايام المفترض انها يوم الجمعه حتوصل، كانت في الجمارك متعلقه، والان ما زال الملعب غير جاهز وبانتظار وصوله خلال نهايه الاسبوع حسب ما وصلنا، وبالتالي سيكون بعدها الملعب جاهز لاستقبال الجماهير السعوديه. بشكل عام هو حتى زميل السلطان يقول لابو تركي انه صراحه النادي تغير في النهايه. جميل. فيعني في مجهودات ما تعودنا عليها بهالسرعه، احنا تعودنا مشاريعنا بالسنوات. والله الامانه حقيقه يعني العمل الجبار اللي قامت رئاسه رعايه شباب ممثله بالكالتشو الفنيه اخوان المهندسين بدون تحديد اسماء عشان ما يكون في حساسيه وزعل، قاموا بعمل جبار خلال الست شهور الماضيه، سواء في ملعب الشعلة أو في ملعب جدة أو في ملعب الأمير فيصل كنت فيه أمس مع المهندس بندر السعد، كان في عمل حقيقة على مدار الساعة. ملعب الشعلة كان مفروض يكون جاهز زي ما تفضلت بالمدرجات، ولكن اللي صار فيه حتى المسؤول حتى رئيس الشعلة اعترف بنفسه يقول ما كنا نتوقع يوم من الأيام أنه نصل هالمرحلة من التحسين. تحسين بيئة الملاعب كنا يوم من الأيام أنا وأنت وثاني ننتقد، لكن الآن صار في عمل صحيح. صار في حراك ومستمر العمل، يعني زي الأستاذ الأمير فيصل بن فهد على كلام المهندس بندر سعد بدايه الموسم المقبل حيكون بشكله مختلف تماما. هم بعد شغالين، الشباب يقولون شغالين امس، غرف اللاعبين دخول الفريقين حيكون من نص الملعب، حتختلف العمليه 180 درجه. حقيقه يشكرون على جهودهم، كنا ننتقد الان نقول نشكرهم ونتمنى المزيد. صحيح، خصوصا كابتن خالد بانه سريع المساله، مو هو يعني بالسنوات احنا كنا نسمع وعود، الان لا على ارض الواقع نشوفه. اللي شفنا بين يعني مباراه الهلال والشعله في العام الماضي تقريبا ما تجاوز يمكن الست شهور او سبع شهور، يعني والعمل اللي قاموا فيه اعتقد يعني تحسين بيئة النادي بشكل عام يعني والمناطق اللي تحتضن اللاعبين والاجهزة الادارية والفنية، اعتقد اللي نشوفه الان وكلام الاستاذ فهد نقول يعطيك العافية. انا بأطرق يعني يمكن الاستاذ احمد انه الرابطة لها دور اعتقد يعني تشكر عليه، انها كانت داعمة ومساندة لأحدها
أنديتها، فلهم حتى الشكر والتقدير في هالجانب. صحيح. الجميل في اللي ما تكلموا عنه أن شعلة قدم نفسه بشكل جدا ممتاز في مباراة الهلال. كان الأشياء الثانية ما كانت هاللي هي سمعت اعتذار الكابتن أحمد وكان جدا ممتاز، وهذا هذا واقع الكابتن أحمد وفريدي حقيقة. لا تأخذ الأشياء بغير ما يتكلم فيه الشخص نفسه. الشعر إن شاء الله نشوفه إن شاء الله في المباريات الجاية بإذن الله، أن تقدم نفسه أفضل وأفضل إن شاء الله، وهي إن شاء الله تكون إضافة للدوري زي هالموسم هذا. طيب.